النساء اللي نبدأ بالتعريف بهم من بداية من النجم، نجم سناب شات والمعروف بأبو كريشة. مرحبا يا أبو كريشة. يا مرحبتين، يلا حيا. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. مبارك عليك الشهر. الله يبارك فينا وفيكم. يا مرحبا. يا مرحبا. حياك. مرسم زيادة عن اللزوم. والله يا ابن الحلال. فك شوي. أتمنى نفك التفكير في الكلام. مرحبا فيك. يا مرحبا حياك الله. وكثير من متابعيك ومحبيك من خلال سناب شات سعيدين بتواجدك الليلة. الله يسلمهم ويعافيهم. ونحن بالتأكيد سعداء. الله يسلم ويعافيهم، هذا شرف لنا والله. مرحبا والله فيكم. ومرحبا والله مسلم. مرحبا والله. النجم بدر فهد نجم الشيلات، مرحبا ومسهلا فيك أبو فهد. مرحبا أبو نايف، ومسي عليك ومسي على أخوي طلال المرشد. الله يمسيك بالنور. وضيوفنا أبو خالد وأبو كريشة وعلى المشاهدين الكرام، وشرف هالليلة أني جلست مع النجوم. مرحبا. حياك الله أبو محمد. كذلك نجم الإنشاد والصوت الحزين والصوت المميز هزاع المهلكي. مرحبا يا أبو خالد. يا مرحبتين، هلا وغلا. كل عام طيب وأنتم بخير. مبارك عليك الشهر إن شاء الله، علينا وعليكم وكل مسلم إن شاء الله. مرحبا والله. الله يحييكم جميع ومساكم بالخير ويبقيك. ونبي الليلة ترى أبسط أحمدي سوالف. الله يسلمك. وقصيد وشعر والسوالف عندك يا أبو كريشة. الله يسلمك. ما تمل دائم. الله يسلمك. أنت طلعت من خلال السوالف اللي نحبها والسوالف البسيطة اللي تصل. وأنا بكم تشاركون أنتم بعد. أعطونا أنتم. لا خذ راحتك، أنت مالك شغل. أزهى الباقي. السوالف من عندك بعض السوالف أنت اللي كنكها في الإلقاء. والله أنا أشوف السوالف طال عمرك زينة طال عمرك فالخل الخاري العالك حالك تأخذ راحت. أما كبر وصوتك يرجع عليك مدري كيف. طيب. هذه فيها شوي يعني لا لا أخذ خلك تسولف في جوالك، أخذ من الآن وسجل كل ما بغينا من سالة. سبيكة هنا يعني صدقت الشارع. أبو كريشة الجمهور يقول اسمه الكامل. الاسم عبد الله محماس سعيد العتيبي. نعم. رفيع العتيبي. نعم. ايه هذا الاسم. ابو كريشه لقب له 16 سنه. 16 سنه ابو كريشه. قصه ابو كريشه تدريع للكرشه. انا في البدايه كنت من اول ايام شباب مراهق. ايه ندق في الكبسات صح. لا اللي يشوفك الحين نحيف ما شاء الله تبارك والله. عاد هي اثارها زين. و شو اسمه يعني انتفخت هالكريشه هذه ودلعوني اخوي صار لقب مرتبط. بس طلع اللقب في سناب شات حلو يعني صار اسم اعلامي. هو اسم من الشباب بعد والله اني ودي افتك منه ما راد وش طاب. وش ودك تغير والله ودي ادلع نفسي شويه. يا اخوي انت حلو. وبريتاج حلو يا اخوي الاسم. والله بريتاج زين، واتمنى من الجماهير انهم تفاعلوا معي في تغيير يحولون الاسم. اننا اخذنا يومين ثلاث ايام في تغيير الاسم. الزقت ما عاد فيه ما عاد شو نسوي حيا الله اقوى. هو بدايه يا ابو هذا لقب مثل اخونا العزيز ابو جركل. نعم. والاسباني وهذه اسامي لقب ولا فيها شيء، هذه لقب الشهره. بالعكس اصبح هو الاسم المرافق، لو تبي تغير مهما تغير ما تغير خلاص. فخليك على ابو كريشة واسم زين يعني مضبوط. ما عندك مشكله. ابو كريشة كيف دخلت السناب وكيف دخلت والله السناب؟ سبق أني تكلمت في قناة 24 الرياضية. الرياضية 24 مدري 24 الرياضية حالها يا حالها. مالي فيها السناب في البداية وطلعوا هالرجال بقوة وشفت فيه إقبال وجمهور وذا، وصراحة يعني ما توقعت أني بيجي مثل هالمستوى ذا الضجة للعالم والجمهور اللي عندي في السناب المتابعين وصلوا الحين 200,000. وش أول مقطع شهرك؟ مقطع سالفة الناقة. عزر الله سالفة الناقة أذكرها الحين. اللي ينصب وذبح الناقة. يذبح الناقة. ايش أنا ما أعرف. والله موجودة في اليوتيوب. ما أعرف. أنا أشوف. نبيها ومشاهدين يبونها. تكرار أنا أخوك ما تضبط السالفة، لكن هي سالفة معروفة نقلتها أنا على الجمهور على لسان واحد من أخوياي. قالنا السالفة. صوتي راح يا رب. موجود صوت. موجود والله اختفى منك. موجود يا رجال ما عليك. شفت نقلت انا السالفه. السالفه هي مضبوطه تصدقون كذا احسن. لا يرجع من صوت الله يرحمه. لا عاد تعطينا صدى يا ابو سعيد. لا صدى في الكلام اللي سمعنا خارج تلخبط. الميكروفون هذا جاينا ازمه نفسيه. شفت اقول السالفه
واحد ينصب هو. واحد ينصب وراح يبي ينصب عند الربع عند البريات عند الغدير. اي هو يوم انه جاء طال عمرك وهم ينادونه قالوا في ضبط نبك تجيب هنا ولو ظهر الناقه طال عمرك هو يعطيها طال عمرك منه على راسه ولا يمحوله لا تحتها هو حاط النشان على وشه حاط على راس الناقه يبي يضب هو يبي يضب وجاب راس الناقه عز الله انه بوارد وهذه السالفه ما توقعت انها بتنشر في الواتساب عند اخويانا جيراننا ما ادري ضجت وهو شيء شعبي قديم والناس يحبون الشيء القديم حطيت السنابي في اليوتيوب ومرحبا والله بالجميع الله يحييك الله يحييك والله ما لقانا الا طال عمرك اوجيه الطيبه والناس الطيبين وتعرفنا على الرجال اللي مثلكم وشرواكم والدعوه وناس وضحكوا الله يحييك الله يبارك تاجه وانا اسر يا مرحبا والله وطولنا طويل في سوالف ان شاء الله تبيك تقول لنا جديد انتم عاد حاولوا انكم شوي هذا في مين البدر ولا يسار مهزع المهم روحوا يا مهلين ابو حمد مساك الله بالخير نجم الشيلات وابو حمد وصوت الشيابين للامانه يعني قدمت خلال الفتره الماضيه شيلات ثنائيه سواء مع هزاع ولا مع مهنا ولا مع اسماء كبيره جميل الثنائيات والديوتو هذا هل هو يساعد يعني في عملية أن المنشد يكون تقوي المنشد من ناحية جمهور المنشد الآخر أو أنها تكون يعني لشريحة الجمهور معينة لتصلها الثنائيات هي ما تفضل الثنائيات هي اللي تطلب يجيك شاعر يبي مثلا طيب نبي نكمل معك انت وش تسوي يا ابو كرش وش تسوي اراسل يجي السنبض عندهم سؤال يقول وجهك محمد طيب نرجع لابو خالد بدنا نرجع لك يا طيب ابو حمد ابو حمد ابو خالد مساك الله بالخير يا مرحبا يا مرحبا الشيلات والنجومية في الشيلات كيف شفت بداياتها وكيف تشوفها الآن وكيف كانت بدايات كنت معها هل كانت مخطط لها ولا مثل أبو كريشة قال للسالفة وانشهر وخلاها على ما هذا عليه مسك الدائري ولا كنت مخطط لها لا والله ما لها تخطيط قبل كنا ناخذها عفوية واحد يجي رسول صويها وقال خلاه من خلاه دخلتنا في شيء نحن حسبنا حسابه ولا نبقى والله اين عاد لازم نتقيد ولو ما منتقيد بالحيل وش كانت بداياتك يعني كانت بداياتك عند الربع في الجلسات في جلسات في خوياي عند خوياي حاولنا نطلع في كشتة ثم تطورنا شوية قالوا استديو ما استديو تناولنا هذه الاستديوهات وعن دقرنا لها الحين كنت تشيل أغاني ولا جرب صوتك على أغاني ولا كان عندك تاخذ قصائد لا والله الأغاني يمكن ما طرقتها إلا مرة واحدة أغنية واحدة لا بداياتك نتكلم قبل اخذ من القصيدة الاول ومن الهوابيل الاولى يعني الواحد يطرب لها ويطربوا لها الشيبان اللي حوله لا صار شيبانك حوله وها الحين رحنا في دعثور على مكالب بليش نابه رحتوا في عمل احترافي عمل منظم لابد لابد من التطوير لكن التطوير يفرض عليك اشياء انت ما تبيها ولا حسبت الاحساب انت الحين وضعك الاجتماعي يفرض عليك اشياء ما هي من عاداتك ولا انت بو اياها انت انسان بسيط وتبي تطلع براح بريء مثل ايش الاشياء اللي في كل شيء في كل شيء محسوب عليك حتى جر ثوبك زرارك مفتوح زرارك مسكر شخصيتك ممشاك اجل زر الثوب ما والله زر الاول طيب ابدعت حقيقه في لون من الالوان اللي هو صوت الحزن يلقبونك اعتقد صوت الحزن او كذا هل يعني انه شفت كل واحد مثلا متميز في القصائد الحماسية والقصائد العاطفية أو قصائد المديح وقلت لا أنا بختار يعني لون الحزن ولونه والله شوف كل منشد له مسار معين في الآونة الأخيرة أنا أشوف أغلب المنشدين لون واحد يعني صار فيه زحمة أصوات فالواحد يأخذ له مسار الحالة أفضل ثم عاد يبدع فيه أي مسار كل يعرف فيه يعني انا ماني شامل المواضيع كلها لكن المجال اللي تشوف انك مبدع فيه وماشي فيه افضل طيب ايش بتسمعنا الليله بدايه والله يا اخوك لا حضر شيء ولا عندي شيء لكن لازم انت بدر انت محمد الليله انا لازم اتضارب انا وبكره ايش
أسأل نبي زينة عنده وأنا ما عندي غير نبي نرجع لأبو كراشة وأبو حمد، لكن حنا نبيك أنت بعد ناخذ معك شوي ومعودي لهم أبو كراشة مرسم ويرسلوا لي يقول وجهك ورا النار ورا لا ويشرب من الملل واجد والله ما شربت نرلع فيه الفمت الله لا يسخر الفمت ذا ذنب. طيب أبو خالد من هو اللي تأثرت فيه في البداية سواء من الفنانين أو المنشدين أو من؟ والله ما يعني ما تأثير كلي ما تأثرت به، لكن يمكن في نص الأعمال وفي نص المسيرة اللي بديناها يمكن مهنا وفهد مطر حامد الضبعان، يعني هذول لهم بصمة كبيرة، يعني الواحد لو تأثر فيهم أو يتابعهم بدقة ما يطلع منهم إلا بنتيجة في المجال هذا، لأنهم متفردين ومتنوعين فيها. بالتأكيد، وهذا شيء جميل منك إنك تذكر نجوم مثل هالنجوم لأنك نجم واثق من نفسك. يعني بعض الناس يقول والله أنا ما تأثرت بعد أنا طلعت كذا، وهذا مش معقول، يعني في كل واحد أبدأ في مجاله بده أن يشوف له قدوة قبله شيء. أو شخص أثر فيه لكي يكون في هذا في إعجاب منه، يعني إعجاب من الشخص. أنت ما تأثرت واحد أبو كريشة؟ لا أنت ما توثرت واحد؟ والله توثرت شو اسمه أبو جركل، يعني أبو جركل إنسان على طبيعته. شلائك في الصورة هنا الوجه حمر ولا؟ لا مضبوطة. شفت سلام أبو جركل طبيعي إنسان يا أخي يوم يرتفع ضغطه وذا أستانس أنبسط. شوف أنا أحيانا وأنا ما لوم من بعض التعليقات اللي تجي وبعض الردود اللي تجي ينفعل. والناس ما تخلي حد في حاله. طيب وانت ما يرتفع ضغطك ما شاء الله تبارك والله احيانا والله بدا بي ما ادري كم يرفع ضغطي وش اكثر التعليقات اللي ترفع ضغطك يعني انتقادات لك في اسبوع والله انتقادات في لبسك في الاسبوع يجيك مره مرتين انتقاد ثلاثه عادي بس في شيء انتقاد باحترام هذا اقبله اما طلع امرك يعني الكلام اللي ما له لزوم يعني انت احترم الشخص اللي قدامك هل هو اخطا عليك انت اسال نفسك انت بتخطيرك على شخص اسال نفسك هل هو اخطا علي اذا اخطا عليك هاك الساعه راح ما عندك مشكله اما طلع عمرك من باب طالع بتجيك مدرعم اكتب 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 حط كلام مدري كيف بس في بعض الناس يقول يعني وهي ارائهم يقول يا اخي هذول اشتهروا من لا شيء من كلام يجلس الواحد يصور نفسه واشتهروا وهذا فيقول المفترض ان اللي يشتهرون مثلا المبدعين النجوم المخترعين يعني ياخذ ما اخذ انه جاي وجالس ويسولف ويقول له كلام وانا بطبخ كذا وانا بسوي شو مشتهر ليش فتلقاه ينتقد انتقاد هل الانتقاد هذا مقبول عندك انا مقبول ما عندي مشكله طيب انت ليش ما تقدمت انت اللي تنتقد انت ليش ما تسوي لك سناب وتسوي ابداعات وتطلع وتشوف هل انت مقبول عند الناس ولا لا شوف نتيجتها اما تنقز على ذا على طول هذا طيب ما يصلح انتم هذا ما يصلح انتم ما يصلح. انتم اللي تقدمونها الحين تعتبروني ابداعات ما انا ما انا ما شوف انا اشوف اكثر التعليقات عندي ما شاء الله تبارك الرحمن كلها يعني هلا ما ضحك وفله وناسه ويعني واصل الى الامان يعني حط رجلك شفت والانتقادات بسيطة يعني يجيك واحد منفس إنسان حياته كذا منفس حتى يعني في بيته في جيران متوذين من هالحارة أخويا في الدوام ويضرب عليك نفسيته هذا يجيك ثم يطمر عليك ثم يخرب الشغلة عندك كلها وش أصعب الردود اللي جاتك ما أدري ما كلام والله فضيحة واحد يستحني يعني أنت عيب زي 18 عيب تتكلم بالكلام هذا حتى هو الولد الصغير ما يتكلم بالكلام هذا ما عاد وش نسوي يمكن مريض نفسي يمكن مريض والله الناس شايف ها مرضي الناس شايف يا الله مشكله يا ابن حب انا والله ما اعلم اهم شيء بس لا تغلط انا اغلط علي ما عندي مشكله بس لا تغلط على والدين هذه والدين لا تغلط لا اقابلك ما ادري وين والدين لا تقرب وهو اللي يسب الوالدين يلعن الوالدين هذه مردوده عليه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني السب اللي انت تسبه تراه يرجع لوالدينك نعم. وإذا أنت بتغتاب أخوك المسلم حاول تغتاب واحد أنت تحبه علشان تعطيه صدقاتك والله يقول صادق أما تغتاب لك واحد أنت تكرهه وتعطيه حسناتك هذا شيء غبنك قهر بكره يوم القيامة والناس مصفين يبون حسنات لون هذا الفلان اللي أنت مداني لون حسناتك كلها وجعت عنده عيونه واحد يعني طيب إيش الأشياء اللي اشتهرت فيها فيما بعد قصة الناقة وقصة
والله في قصص جت بعدها. والله في قصة اللي أبو نايف بسمعها. بنسمعها ما نقول. حقت شو؟ هو الحين روق. لا لا حقت شايبن. باقي. حقت شايبن مع علاج. اللي يبى ديرتنا هنا جنوب. سالفة راعي التاكسي. راعي التاكسي اللي يحول. بس يا أخي شوف القصص اللي أني أقولها يعلم الله وعانى في ليلة ليلة من ليالي رمضان. اني ما اجيبها من راسي لوش لان اكثر الناس كذي ما ادري كيف بالعكس هذه شوف هذه ينقلونها هذه السوالف حبكه هذه ينقلونها شيبانا يعني شيبانا من اول عاصروا الماضي نعم. وجتهم للقصص احنا ننقلها احنا ننقلها هذه قصص هذه السالفه اللي يقول لك راعي التاكسي ذا صايره على عم اللي وعاني طالع فيني الحين عم اللي هو راعي التاكسي هذا هو صاير في السالفه زين هو سالف يمكن اكثر الناس ابو فواز ابو فواز يمسيه بالخير ابو فواز بعد الله يمسيك بالخير ابو فواز كان يشوفنا ايضا يرد ما نسمع صوته واعذرنا بعد على هالسالفه اللي بنقولها علمنا هذا لا لا بس هي موجوده في اليوتيوب موجوده الان في اليوتيوب نبي الليله جلسه خلها على رواقه هي السالفه تجي من نفسها المخرج ترى يقول نبي ياخذ يصور سناب للجمهور هالحين من اول يوم من يوم انا اصور قبل لا لا في اثناء الحلقه نبيك تصور يعني لها مباشر كذا تصور الحين اي صور شوف ايش تبي تقول ايش تقول انت ايش تقول الحين بتحط السناب طبيعتك انا طبيعتي بلا اعطونا مديوم على على ابو كريشه خلينا نشوف كيف يلقط السناب وكيف يتكلم لا سوي كذا ها جت واضحه جت واضحه الجراب ذا فضيحه والله سجل معلش والله اني نسيت والله كان اغيره والله لو ادري انه بيظهر لي بغيره بس عاد ابو حمد بالعكس الجهاز جديد بس الجهاز يا رجال شوف العالم كلهم تراهم في الجهاز ذا والله بالشبال الاولين اسعد الله مساءكم بكل خير يا ذوي سناب شات هذه حقت حمد مقل مساء عليكم بالخير وعلى مباشره انا في قناه المرقاب يميني ابو فهد ابو نايف والشباب الله يحييهم تسلم ارجع لابو حمد ابو حمد انت بديت الانشاد ثم دخلت مجال الاعلام كمقدم برامج ثم رجعت للانشاد ليش تركت الاعلام تقديم البرامج ورجعت للانشاد يقول لك صاحب الصلاتين انا ما عندي صاحب الصلاتين هذه تجربه اعلاميه والحمد لله كانت ناجحه لا ناجحه الحمد لله انتقادات لا صار عليها انتقادات ولا شيء لكن انا افضل الانشاد شفت ان الانشاد انت تشوف الانشاد نفسك اكثر في الانشاد افضل يعني بكثير لان بدايه انشاد طيب بصراحه يعني من اي ناحيه افضل من اي ناحيه الله الخضراء اللي انت خاضر ايش الله يوفقك يرزقك ايش تبي تسمعنا في البدايه اليوم والله في قصيده الشاعر ضاوي شيباني يمسيه بالخير ترى نبي يردد معك ابو كراش ترى ابو كراش مسوي معدي ونرجع له هزاع بعد والله انا عندك انا جربت حظي في الشيلات والدرجه في شتة فاشل لا والله لا والله ما عاد تغريني ملذات الايام من كثر ما فكرت في عقبتها اصحابي اللي كانوا بجنبي العام اليوم كبدا الارض صار تحتها بكيت شوق بدمعة عيون ليتام وحسيت بالغربة وقلب ركعتها كني غريب النوم عدرع وحزام وعدوانه تسدد عليه أسلحتها وانا ادري ان العمر لو طال ما والناس مكثر فالخفا حنتمتها بنيت في الدنيا طموحات واحلام لكن مقادير الزمان اهدمتها طالما المقتول والحظ ما قام والحال صكت الليالي برتها ها
الله صح صوتك صح صوتك صح طبعا نذكر المشاهدين الكرام بهاشتاق البرنامج استراحة المرقاب على تويتر، في أسئلة كثير لضيوفنا فيه. طبعا أسئلة لهز المهلكي وأيضا لبدر فهد وإلى عطنا اللي الهزاع عطنا الهزاع موجود يقول متى يصل إنشاد بنظركم إلى طريق مسدود، هذا من نايف الروقي، متى يصل إنشاد بنظركم إلى طريق مسدود، وهل ترون الشاعر نصيب من شهرة المنشد وشكرا. والله الإنشاد ما له طريق المسدود، إلى وقف الشاعر في طريق مسدود وقف الإنشاد معه. الله عليك. أما الشاعر هو اللي أكمل السؤال أكمل السؤال في تكمل يقول الشاعر نصيب إيه من شهرة الله. لا ما له شيء ما لها الا قصيدات قدرهم خسران الهجية صدق والله الصراحة زين شوف هالحين انشاد لا انت لا تقول للشاعر شيء انت خذ بس قصيدته ودرهمه ولا له شغل من اول تدري شلون هو محصلين شيء لا ما يستفيد يمكن اعلام يستفيد يمكن هو قصيدة مدح لا يقول لك يستفيد من الشهرة الشاعر من شهرة أما الشاعر مع هزاع المهلكي ما له شهرة ما له شغل هم يستفيد اللي يستفيد مع المنشدين اللي ما شاء الله عليهم مبدعين في المدح الحين في مدح للرجال المدح الحين ما عاد في مدح بس نبي سؤال مشترك الحين الشاعر تسعون له انتم لا تسعون للشاعر من اول هذاك من اول ولا يسعى لكم هو يعني انتم ما تعتمدون على ذائقتكم تعتمدون على ما يجيكم فلوس لا 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 صح يعني اشتهينا قصيدة حلو في مجال مثلا توجد أو زي كذا لكن الحفلات لا الحفلات لا هي الحفلات مفروضة حفلات وبريتات والله لا قصيدة ولا حالة شوف القصيدة اللي ما تخدم منشدة وشاعرها ما لها لزوم هي أحيانا يجيك واحد المفروض لا هي فلا أدب ولا هي فلا أخلاق حتى لو أنها في مدح قبيلة يمكن يضر لك الناس إذا أنت محسوب على كل شيء يا أخي كيف تتعامل معهم ذولا؟ ما أبلك والله نصر لا بيضيق بيزعل ما يرضى بيسوي هدي بضيق لي 100 رجال 10 رجال واحد لا والله ولو جاب اختريقات وجاب امور ذا وش اختريقات اللي صار دراهمات واجد ما تعجبني والله انا ما عندي يا اخي وخاد انصر يعني معلش بس عاد ارسل انت ما تحرصون على اسم الشاعر لا لا شوف من اول كنا نحرص على اسم الشاعر مع اني والله يعني من بدايه لي الحين ما اذكر اني طلبت رجال الا رجال واحد اللي هو سدع كفو هو مصيبه الخير سدع ما طلبت احد قصيد الا ابدا والباقي فلوسك وقصيدتك الباقي فلوسك قدام قصيدتك حول لقى مساك الله بالخير ارسلت لها قول مساك الله بالنور واذا كانت القصيده لك عليها مكسره ومرثوعه فيها هذا يا طويل العمر مغنيها له ثم اخذ الرابط ولو ينزل في السياره ترى ياثر عليك هزع لا شوف انت اللي وصلت المرحله انت بيها الناس عرفوا جيدك وغيره خلاص يعني انا ما راح يضرني شيء القصيده حسبتني على شعره ما هي علي ليه لا يقولون مشهد هذا ما عنده ذائقه طيب افرض ما ماني بشاعر بيقولون ما عنده ذائقه لا حتى في حتى لو انت شاعر لابد عندنا, عندنا حاليا الحين فنانين والله ما يدري وش الكلمات ولا يدري وش معاني صدق في بعض القصائد سووا مثل بعض الفنان في بعض القصائد يجبرها المنشد في فنان غنى سعد بن جدلان الله يرحمه كسر بيوت فنان معروف قالها سعد بن جدلان وعبد الرويش قال تكلم فيها طيب وقصيده مكسره لا القصيده موزونه بس هو كسر على لحن قالها في لقاء الله يغفر لسعد بن جدلان قالها في ان عبد الرويش تكسر في بعض القصيد ما فيها طيب لكن هو حتى لو كسر الفنان معتمدا على سعد بن جدلان الرجال ذا معتمد على عبد الرويش كلنا حافظنا قصيده بس ابو خالد يقول ما علي من مكسره ما هي مكسره انا والله ما علي منها احيانا انا احيانا القاها في تويتر صح اداء فلان فلان مره وكانك ما شفتها طيب حتجمع وتحسب من رصيدك بعدين انه هذه الشيلات رصيد اللي يبغوني يعرفون شيلات معينه الشيء اللي ينزلها من حسابي هذا يمثلني وهذا انا وفيه شيلات العيشه اللي تلقونها اسمه شيلات العيشه هذيك شيلات يا طعمر بدل عيشه تسمى نبي من الشيلات اللي بدل عيشه ما فيها لا بدل عيشه نبي من الشيلات اللي مع جمهورك ومع محبينك والله فيه ابيات في واحده بس يا اخي هزاع سوى سواه فالتوجد يا هزاع تذكر هذيك؟ ايه التوجد الله يذكره بالخير بيتي نايفة بيتي نايفة بيتي هي قصة يا اخوي انا عشت معها جو نبي نسمع اللي طاحت والله ما حافظها ولو حافظها ما سمعتك وش قصتها طيب؟ ورع المدج ما تولى في حادث
جسد السيناريو تواجد نعم. إيه لكن برضو هذه يعني مشكلات الناجح هذه جانا لو انت رحمها ما هي بواجد بس عاد طيب. فيها ابيات انا ترى بالعاده ما اطول يمكن ثلاث ابيات او طيب ما بين لحظة المجيء وبين لحظة الرجوع أصخيت لك نفس على درب العنا كلفتها أجزعتني لو يا شهد الله ما خبر قلبي جزوع الأولى طوفتها والثانية طوفتها الثالثة ما الله خلقني تحت ما تفرض بطوع لك سيرة بالحب يا المجمول ما شرفتها أدعتك الله يا عشير مسكنك وسط الضلوع يا سلفة عشق تعذبني ولا سولفتها إلى آخرها. سلمت سلمت. أنا بس أبي أنول الأخوان اللي قاعدين يرسلون على هاشتاج استراحة المرقاب هو وبرضو الزملاء ومخرجنا الله يعطيه العافية حاطين خدمة جديدة لكم هو واتساب. حنظهر لكم رقم الواتساب اللي ما عنده تويتر ولا يقدر يسأل في تويتر يسأل على الواتساب. ايوه والواتساب هذا موحد لجميع برامج القناة يعني اي برنامج مباشر او اي مشاركة او اي انسان عنده يبغى يطلع يسجل مقطع مقطع ويبغانا نطلعه مقطع يكون مفيد مقطع مضحك شيلة قصيدة اي شيء هذا من بكره يعني عند من الليله ما له بكره هذا يجمع ما عاد يمديه يجمع ابد حيطلع معاكم الواتساب وارسلوا للي ما يقدر يرسل على تويتر ارسلوا مقاطعكم اشياءكم اللي عندكم تتمنون اسئلتكم للضيوف في استراحه المرقاب او في فتاوي او في برامجنا يمكن نخصص وبناء نخصص لهم فقره نعم. مقاطعهم بكره ان شاء الله نعم. بكره نعم. فقره لشيلات شعر ابداع موهبه نعم. اخوي روافد يقول بندر انا من امس اسال وتسحبون علي ما تقولون اسئلتي لا بالعكس اي سؤال يجينا ان شاء الله لكن احيانا تكون الاسئله كثيره والوقت يداهمنا فننسى ابد اليوم عطنا ما في سحبه اليوم يا الله. اليوم ما يحتاج عاشق الطيب يقول امسي عليك وعلى ضيوفك وعلى طلال بما ان بكريشه عنده عقده من النشر ابيك تطلبه ينشر حسابي اخوك ابو وليد نعم يا ابو وليد بنشوف العقده هذه اللي عندك هذا طبعا محبين تركي وهزاع يقول لي هزاع انت معتدي يقول ايش اللي سويته والله ما ادري ايش انت معتدي والله ما يخابرني شيء بنحقق معه بس شوي يمكنها سوالف بدل عيشه طبعا سؤالي الهزاع هل يختار الكلمات طبعا اجاب على اختيار الكلمات نتمنى استضافة النجم راجح الحارثي ان شاء الله شامخة في ذاتي نتمنى استضافة الشاعر والمنشد راجح ان شاء الله كلهم نستضيفهم المنشد عبد الرحمن المالكي ان شاء الله راح يكون معنا يقول سؤال من يقول سؤال الهزاع هل يختار الكلمة اللي يشيلها على نغم واحد يغلب الشيلات على إيقاع واحد بكراشة سمع عدوك وش سالفة اخونا ابو ليد قبل كذا خلينا ننوه نشر شوف الشخص اللي انشر له انا يمثلني اي غلط يسويه على طول يجوني تراك نشرت لفلان خلينا بس ننوه يا ابو سامح ابو الاستاذ استاذ المشاهدين استقبال الواتساب هذا هو الرقم الواتساب ارسال مقاطع ارسال صور ارسال أسئلة معينة من خلال الواتساب القناة من خلال الرقم اللي موجود أمامكم بنكون معكم إن شاء الله هالمساء أيضا بكل جديد من خلال هالواتساب طبعا وهو واتساب القناة بيكون معنا إن شاء الله بشكل يومي أرسلوا في 24 ساعة القادم بنكون معكم نخصص لكم أيضا فقرة من فقرات برنامج استراحة المرقاب لإبداعاتكم وهبكم لكل ما هو جديد من خلال رسائل الواتساب قطعت سلفتك يا أبو أسلم أقول النشر الشخص اللي ينشر له هنا هو يمثلني زين
يعني نشرت الواحد ويجيك بعدها بيومين ثلاث ايام واحد مع الخاص يقول لك والله انت نشرت الواحد قاعد يعزف عود والثاني يشغل اغاني مع الخط ومدري كيف واللي يا اخي انت تمثلني انا نشرت لك خلاص يعني لا تسوي الحركات هذه احنا واحد يا الله يتحمل ذنوبه كيف اتحمل ذنوب غيري هذه مشكلتي مع النشر شخص موهوب شخص عنده يعني انسان محترم من عيوني الثنتين انشر له وتشرف وافتخر فيه مثل ابو فهد ومثلكم الله يسلمك مثل الرجال طعمك اللي ناثق فيه اما طال عمرك واحد انه كل شوي وهو مروح مع الخط ومسجل شغال اخر شيء هو ايش مستفيد بس اللي انشرت له ما ادري انا ما ادري انا ما ادري شو ممكن هذا انا ما ادري شو طيب ابو وليد يستاهل من الرجال اللي يستاهل انه بك تنشر له بس ابو وليد اللي يرسل يسال هي بشر من عيون الثنتين والحين هم باشر عبد قال يعطينا حساب عشان انشر هذا ما عندي مشكله يستاهل وليد هذا طبعا اتش 20 يقول هو سؤال للمنشد بدر فهد والمنشد هزاع هل يمكن أن يشولوا قصيدة لشاعرة بغض النظر عن موضوع القصيدة سواء اجتماعي أو عاطفي أو غيره ايش تقول يا بدر ما في مشكلة شو المشكلة أن يشيل شاعر شاعر نفسه شاعر إذا الشاعر جزله بالعكس سبق وأن شلت نعم الشاعرات نعم ممتاز وانت يا أبو خالد أشيل قصيدة أنا ما أدور رأيها من ما ركزها الجزلة ولا فيها كلام ودراهمات هذا عد ما هي أهم شيء بس لا والله بغض النظر عن المادة يمكن إحنا يمكن أنا أعرف إنه أنت لكن للأمانة القصيدة الجزلة اللي فيها شعر أدب تفرض نفسك إلا صار قصيدة جزلة ما ندور رأيها الاسم ما نبغى بس أنا طيب بسألهم تفضل أنت بدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لما يشوف راح عندك موهبة مذيع ولا ما عندك الأعزاء طيب صورتي ليه ما طلعت طلع صورته واكتب المذيع ابو كريش عشان اتكلم طلع بس المنشدين محمد سيد عطنا مديم على ابو كريشه مديم قدم من جديد عيد يقول عيد نبي الليله مذيع بياخذ دور مذيع الليله بنشوف احنا ما جربنا الشغله ذي بس بنجرب هالليله اسعد الله اوقاتكم بكل خير مساكم الله بالخير كيف حالكم يا ربع عساكم طيبين نحييكم اترك تضيع السؤال نوجه السؤال لابو فهد نقول الالحان اللحن يعني منين تاخذ هاللحن والله سؤال خطير تخترع اللحن انت بنفسك والله مقدمه حلوه سؤال خطير ها تكر اغلب الالحان تكر يعني انت تجيب اللحن بنفسك ايه تجيب اللحن اللي يركب على القصيده ولحن يشيل القصيده هذا طيب تذكر شيلتنا هك الليله ايه احنا سوينا شيله طبعا هك الليله هك الليله انتم جايبين لحنكم معكم احنا جبناه ولخبطناه انا وهزاع ورفيزنا جبنا انت جبتوه انت علمنا بس خلي علمنا بس احنا قلنا نبي نسوي شيله ونبي نشيل معها الناس المهم انا جينا في الاستديو وانا حافظ ان اللحن بس يوم شفت الميكروفون والسماعات صوتي رجع لي في الميكروفون في اذاني ضاع ادور اجيب اجمع المديو والعيال وراء يلا قلت كذا وما قصوا الشباب المهم انهم رقعوه من يمين ويسار بس ما عجبت زبطوا الصوت اي زبطوه وش يسوون المنشدين يضبطون الصوت بعد ما تسجل والله شوف انا اعلمك لو شو اسمه اوتوتيوب سالك حضور الايقاع ذا الايقاع سالك حضور على لا 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 وش يسوون؟ الايقاع هذا لو يشيلونه علم بعلوم ابو كريش صوتك يوم انك جيت علم بعلومكم يا بدر لا هو نفس صوته ترى ما تغير صوته انت تغير صوتك انا صوتي تغير انا صوتي والله تغير يعني شنو خلاص ايش جاء صوتي صوتي يا ولد طلع مزين منه تقول غني لي في حنفيه اي صدى هذا صدى صوت تغير ما شاء الله تبارك الرحمن يعني الصوت زين انا ما خلاص انا ان شاء الله باذن الله راح افكر ان شاء الله نجي شيلات ان شاء الله ثم اوريكم الشغل ان شاء الله التفت لكم طيب التزيين الصوت انت يا بدر بما انك تمتلك استديو صوت ومنشد الآن أصبح بعض المنشدين اللي ألاحظهم أنا لما يجي في برنامج لايف على مباشرة أو يجي في محفل أو يجي في شيء ما يشيل بس اللي يجي على الاستديو له هو عنتر بنشده إيه لأن الاستديو يأخذ راحته فيه التتيون التتيون يخفي النشاز نهائي والدرجات يعني إذا جيت حتى وأنت مزكم صوتك هذا غش يا ابو ترى شوف انا علمت هذا غش عزكم عز الله يجيب صوتك صح غش ما غش انت تبي لك شيء له بقاء وتبي لك في حفل ولا شيء عادي شو المشكله لكن اذا جاء بعض المنشدين ما يطلع لايف المسرح منبري ما يطلع
شوف المنشد اللي ما يعتمد على كيف المنبر يعني قدام الناس قدام والله في اعرف لك منشدين يعتذرون عن الحفلات المنبر ما بقول لك شوف يمكن ما تعود على الشغله هذه شوف قدام الجمهور يطلع ظهار قدام الناس يمكن ما يقدر ما يتحمل لا يمكن بعد الصوت قدام الناس ماش صوت بس طيب يمكن ما مساعدة طول عمرك الهندسة الصوتية والاتيتيون مضبطة بس اليوم انا جاي قدام الناس علموك بالاتيتيون احنا اشتغل شغلك يا ابو هذا مثل اللي يقول من وراء التريلات لا بقول يعني فيه منشدين لا فيه منشدين يطلعون في حفلات بس انت تصير الشيء له مسجله ايه انا يقعد يغني كأنه هو اللي يغني بس عاد يمكن يخرب الجهاز اي جهاز ليش اي جهاز جهازهم مشغلين الحين يشغلونه المكسر تغني على في نفس اللي يجيب شايل خرب توقف انت ما انت بشايل تروح دور استديو ثاني هات قدام جمهور لا قدام جمهور قدام جمهور تسكت مع الجهاز وقف الجهاز خرب تعطل انفجر وش الجهاز يركبلك في حفله ما ادري يا ابو كراش تدري وش يدل عليه سمع دو هذا يدل على ان المنشد ما هو متمكن نص لا لا ما يبتدا لكن لا معليش لحظه لا لا مو جاء الاوبريت ترى فنانين قدم انا عارف قدام الملوك وقدامه عشان يكون نفس طويل. نفس الطريقه هذه تسجيليه هذا صوتي انا بغيت التسجيل وبغيت قدام الناس ما في مشكله لا طيب كل المنشدين يطلعون قدام الناس مثلك يا هزاع الحين على انا ماني مكلوم لا انا اسال انت انت ابن ابن ساحه وتعرف في كثير منشدين اذا جاء في برنامج مباشر هنا وقلت له شل قال والله يا ابن حلال الصوت اليوم تعبان عندي والصوت تعبان لكن جاي هذا هذا لا تسميه شغلوها هذا لا تسميه لا هذا هذا ابو سي ابو سيدي هذا محترمات الامهم مو متمكن يعني توافقون نعم ما اجل الشباب هذا محك منبر شالوا الحين اول منبر شالوا قدام لا هي هي شوف بدر ما شاء الله تبارك الرحمن وهزع الحين ما شاء الله غير البوريتاج البوريتاج اللي هو الساده المشاهدين اخواني تاكد ان ما ينجي هنا يستحق ان يكون استراحه المرقام من الاصوات الجميله وانشاد الشعر صح احنا نتكلم بعيد عن يعني بعض المنشدين الان يعني نعرفهم في الوسط الشعبي حتى حفلات يعتذر عنها خوفا من انه ينكشف وهذا الشيء اللي احنا الليله نتكلم عنه والاوتوتيون شاد حيله لا 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 شوف انا بقول لك اغلب الناس اغلب الناس حطوا الاوتوتيون في تلميع الصوت هو اساسا ما له دخل في تلميع الصوت ويختلف انت اذا مشيت في مسار معين على مقام معين واختلفت النشاز الاوتوتيون يبين لك النشاز الا صوتك هو لو ان الاوتوتيون لم على اصوات ثاني دين بريشن الحين انا بقول لك مشكله نقطه في هذه فيه ناس ما تحب الظهور قدام ما بمقصده ان صوته ما بزين ولا بزين رهبة هذه كانت فينا قبل حنا لذا علو تقطعنا يسحبونا تسحب يعني تطلعون ما عاد عندك من مشكله في وين في اذاعه المدرسه اي من اول يهبلوا فينا اغيب احيانا على الحصة اليوم هذا كله اذا في اذاعه ما اطلع تجي الحصه الثانيه مساكن واحد من المدرسين قال وش مشكلتك ترى ما احب اظهر قال روح حاول انك تجي في الخلاء وتتكلم مدري كيف والله عليك قلت انا كيف اجي فرقه اتكلم مجنون انا قال لا حاول تجيك عند قطيع من الغنم تطلع لك والله قلت تطلع لك على حصات زي كذا وتتكلم بعد اسبوعين الظاهر رحت انت عند لا انا كنت عند غنم عمي طرت علي صدفه طرت علي فكره يعني ما رحت رحت صدفه اي وانا اطلع فيه هو الغنم حقته فيه خطط وفي صبات كبير طلعت فوق الصبة قلت أيها الناس والغنم كله في الكتير أيها الناس مدوا قوم أتكلم كان عمري وقتها 14-15 والغنم سبحان الله العظيم التفتت كلها يمي عيونها قامت طالع فيني وانت أسكت وشوي طلعوا في الطوع والله يوم جتني قالي رهبة وانا أسكت قلت يوم هذي طالع فينا الظهر تشرح لي قلت أنا ما عاد ينفع معي لا غنم ولا أقول لك يعني هذا الناس في عنده رهبة بس مارس الشغلة هذه مرة مرتين ثلاث مرات يصير هذا حاجز تتعداه وخلاص وانتهى الوضع أنت قمت تجي عند الغنم كل والله لا لا خلاص أنا عقب هذيك ما عاد جيت وأذكر جيت المدرس وقلت قلت تراني سمع طبقت كلامك قاعد يضحك قال هذا يعني إيش تجربة وبعدها عاد طلعنا في الإذاعة وسحب وأنا بغنى تصرع والحين ما شاء الله قدام الحمد لله الله يقول أخوي منصور بن شقة الإعلامي طبعاً مسينا بالخير يقول نبي أبو كريش يجيب لعبة الحروف هذا السؤال الأول السؤال اللي بعد من الشاعر محمد الكسر
نمسع المنشدين المبدعين بدر فهد وهزاع المهلكي والنجم البكريشي ونبارك لكم بالشرف الفضيل ونطلب ديو التحزين مباشر. الله يبارك فيه. وعقب محمد العرم الشيباني. السؤال الأخير شو يقول؟ السؤال الأخير ما هو بيمك. لا الأول ما بيه. ما تبي طيب. إذا حمد مقعد هنا. محمد العرم الشيباني مساكم الله بالخير يا طرام يا بندر. ومسي على ضيوفك واطلب من هزاع المهلكي ابيات من شيله 1365 وش ذي؟ والله اني ناسيها قديم سداع هذه سداع 1365 كيلو متر بالضبط بينك وبيني 1365 ما جينا احنا هذا كيلو 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 يا رجال 1365 عند اللوحه 1365 هزاع روافد عشان ما يقول ان اسئلته ما نطرحها سؤال الهزاع متى نرى له تعاون مع سفر الدغيلبي ليجتمع قوة الكلمات وجمال المعنى بمناسبة مسي على الشاعر الكبير سفر الله يمسي روحه يستاهل مسي والله متى ما ابغى سفر انا جاهز تحت انت ما تبي انا بشان باللي عندي يعني. لكن السفر الشعراء اللي هم تقدير لي انا تقدير خاص عندي انا هم اللي بدين على غيرهم السفر انا وياه في الحال واحد طيب ايش ايش كان سؤالك لبكريشة؟ بكريشة لعبة الحروف بس اشوفها الساعة وش عندك في الساعة يا بكريشة؟ هلا ايش تقول في الساعة كذا؟ البلنتي اقول ساعتي شريتها امس دخل فيها ماء يبقى البلنتي يقول البلنتي بكريشة بسألك سؤال اول ما يعني انت كم لك في عالم السناب شات وعالم الشهرة؟ والله يمكن من شهر اثنين واحسب الشهر الماضي يعني اقل من اثنين اربع شهور خمس شهور اول مقطع لك وكيف تلقاه الجمهور وكيف انت شفت صداه عند الناس هل توقعت انه يكون بهالقوه؟ لا والله ما توقعت ما توقعت نعم انا قبل انا قبل ما اظهر في الاعلام ذا نزلوا العيال انستغرام انستغرام ما اعرف له والله اضغط 15 ثانيه وارسلها يا ناس عطوني وجه يا ولد وفي المجلس قالوا لي هم علموني الطريقه قال اضغط ذا ثم اضغط ويروح ما في احد يتابع ولا احد يعني في تالي حذفته ونزلوا لي سناب لاجل اللي معك يقولون ترى عندك موهبه انت ما ادري انا اشوف اني عادي شخص عادي. انا اشوف الناس تشوف انستغرام بعدين السناب اخوياي في العمل وحمد حمد نبي نسال عن حمد حمد هو وياه قصه ثانيه شفت تكفى طلع نزل خلنا نسولف على انا ما ادري كيف المهم نزلوه في البدايه وحذفته ثاني مره نزلوه وعطيته مسالفه الناقه وقمت اعطيهم قصص عندي سوالف قصص ومواقف ومن هذا شو اسمه المواقف اللي حصلنا يعني اشوف الردود في ايش في الخاص كلها ضحك يضحكون الله يعطيك العافيه الله يبيض وجهك انا يكفي يكفيني ابوي بس انه يتابع مقاطع ويضحك هذا اللي ايش معزز لي ومخليني اطلع شيء طيب والله طيب يلا هذا عمل العائله وامسي على ابوي يشاهدني الان امسي عليه بالخير امسي بالخير كلنا اي والله امسي احنا بالخير الكريم ونبارك له بالشهر الله يسلمك طيب حمد وش سالفه حمد هذا اللي دايم معك هذا من عيال خالي من الطائف ونتواجه في السنه مره واحده مرتين وتجي اللعبه الحروف هذه اللي نضحك منها وش سالفه لعبه الحروف هذه هذه كنا نقولها احنا وراينها كل الحين نضحك منها مونستنا كبرنا وانا انقطعنا عنها 10 سنوات فيه خلي توفى الله يرحمه يسكن الجنة نايف لا شافنا زعلانين طفشانين في أي جلسة أنا أعطناها قلطة يعطيك باردة باردة في البداية تالي نضحك غصب لو أنه محزنين وجالسين ساكتين توفى الله يرحمه انقطعت جاني حمد هاك الليلة في البيت تعشى عندي مطيع أنا وتذكرت أخوي الله يرحمه نايف يوم انه يعززها دائما يقولها ونضحك منها وانا قاي اقولها ابي ايش يا اخي يوم اقولها ونضحك منها اتذكر حياه نايف الله يرحمه الله يرحمه نايف اخوي الله يعطيه الجنه فكاهي الله يرحمه ويرحم امهات المسلمين يوم اقولها ونضحك احنا والعيال احس ان جاسم بيننا واحنا نضحك منها هي لها شعبيه منها الله يرحمه يسكن الجنه ويوم جاني حمد هاك الليله أنا والله ما تمنيت في البداية ما تمنيت أنها تطلع دقيت سويت دقيت سويت وانتشرت وشفت عليها إقبال ما هو بسيط وشفت عليها ضجة واحد يقول لي وش سالفة جحر رابع صقر لا
ثانية نبي نشعل ايش يفطر؟ عطب يا اخي اول شيء احنا والله ما ودنا نتلحقهم الا بكل خير. وش سالفة؟ انا ما ادري عنها سالفة. ما ودنا نتلحقهم الا هي من باب المزح والضحك. حرف الجيم هو حرف عطى حرف. زين ويجيك ويركب اسم عليه. وش قال لك هو؟ من هو؟ رابح صقر وش؟ ما رد ولا ادري الظاهر ما شاء الله. لا انت وش قلت الرابح؟ جحر الرابح صقر وش هذا؟ هي من الحروف يعني قلت له حرف محمد قلت قل جاء رد عليه وجاء قلت انا جحر رابح صقر. زين زين هي ضحكنا منها وانا والله العظيم اني لو انه يعني يشوفها رابح اتمنى انه ما يزعل منها ولا شيء. وهي من باب الدعابه والضحك والسوالف. طيب روافد اللي هو الاخ عبد الله الدغيل بيقول ابو كريشه صحيح انك تاخذ مبالغ كبيره جدا من اللي يعلن لهم في سنابس سواء منتجات او محلات. والله شوف الاعلانات انا والله لاني كلنا بالعيشه كلنا بالعيشه هو كلنا بالعيشه شوف والله بعضهم نعلن لهم مجاني وبعضهم ناخذ عليه فلوس وانا والله ما نبغالي والله يعني ايش هو يترزق الله وانا اترزق الله. انت كيف الحين انت تتفق معه ولا والله على حسب عن طريق المنسق في منسق اخوي يراسلهم على الواتساب ويكلمني ترى في كذا وكذا وكذا اعطيه انا السعر واذا شفته غالي عليه انا فضحت نفسي انا التجاره ما انت بحق تجاره والله يا ابو والله يا ابن حلال يكاسروني يكاسروني الله الله يعين بس ما نبغى لي ترى ما نبغى لي يعني ها كم ما في ناس والله تضرب مبالغ يعلف فوق وانا والله ها ما نبعد قريب قريب في منتج امس انت اعلنت عنه كم اخذت عليه؟ وش المنتج؟ والله ما ادري عطرات العطرات اتوقع العطرات والله بدون ذكر اسمه طبعا هذه والله جيتهم قلت فزعه فزعه استعيض الله وجهك اي والله يستاهلون والله يستاهلون عطاني والله اكياس والله طلعت من عندهم يا يديني بغت تملخ من طيب اللي كاسرك ما تروح بعيد لا لا اللي بعضهم يطمع لا والله اللي يطمع لا ما في طيب بمناسبة الإعلان حنرجع بس نعلن لجمعية البر الخيرية في المزاح 100 وطبعا نحث إخواننا على عمل الخير والتبرع لهذه الجمعية في هذا الشهر الفضيل وهي بالتأكيد راح تشوفون نشاطاتها وماذا تقدم لكم في هذا الإعلان ابقوا معنا الجمعية الخيرية بالمزاحمية باب من أبواب العطاء تتبنى الجمعية الخيرية بالمزاحمية دعم كافة مشاريع البر والإحسان وذلك بفضل الله ثم بدعمكم أنتم يا أهل البر والعطاء يقول تبارك وتعالى من أبرز مشاريعنا كفالة الأيتام كفالة الأسر الفقيرة دعم الأسر المنتجة إعانة الشباب على الزواج تفطير الصائمين حملات الحج والعمرة للفقراء والمساكين بإمكانكم المساهمة في دعم مشاريع الجمعية الله يعطيك العافية على هالتمرة هذه بندر خل التمرة عنكم نعم مع يلا اصقعني فنجان اصقعي فنجان من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام ونعود لأبو كريشة مرحبا والله يوصل احنا نبيك تعلن لجمعيتنا الجمعية الخير هذا عمل خير وفعل اول شيء يقول الدال على الخير كفاعله نعم وانتم دالين على الخير وان شاء الله انكم مثل اللي تفعلونه نعم زين اصدقه ما فيها كلام نعم. ما حد يتردد فيه ولا ما نقدر نقول شيء نعم. هذا طال عمرك
من نسيده لله سبحانه وتعالى. نعم. اجورها عظيمه. نعم. ولا تترددون. طيب انت اعمال خيريه وخير من الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك خير. انت ابو كريشة الحين لو ابي منك اعلان ومثلا لو يبي بدر اعلان منك ايش الطريقه؟ يتواصل مع اخوك يحولك الفلوس ولا تروح تسوي الاعلان وبعدين يراجعك ولا في عقد ولا في شيء؟ ما في عقد ولا في شيء، حول الدراهم. ولا مني شفت الرساله ضربت عندي في الجوال تم ايش الرساله مثل ابو خالد لان فيه مره واحد قال تجيني ما ادري وايش ويبشر بالخير ومن هالكلام شغلت موتي ورحت على نيه اني اسوي الاعلان وباخذ المبلغ اللي متفقين عليه. والله جيت لا والله لا محل ولا شيء، بس يبي يصور يقول بسلم عليك وقاعد يسلم على راسي وما ادري كيف. طيب انا مشوار وزحمه وناري كله بحالتي حاله وكلها عشان تصور معي؟ ما في اعلان. قلت بصور معك ويجني في اي مكان، لا فيه اعلان ولا شيء. ما كذا بعد هذه قلت خلاص الدراهم لا ما علي، بس يا اخي مشوار ومرتبط وحالتي حاله ومخلينا اشغالي كله وجايك في شارع ما ادري وين ومعطيني اللوكيشن ويوم جيته قال بس بسلم عليك وبصور معك. هو يمكن يشوفني الحين الله يجزاك. علمتني بالدروب هذا، علمني وفدني علمتني بما الله يجزاك خير. فاقول طيب حول المبلغ وابشر. طيب سؤال لابو كريشة، اخوي البندر الوايليه اطلب شيله اهلك اهلك الناس أهلك صوت الناس. المهلكي طبعا الحربي يسال الاخوان عن الايقاع، يسال الحربي يسال بدر وهزاع عن هل يحصلون عقدة في الإيقاع ولا يسجلون الشيلة ويضيفون الإلقاء. طبعا محميد العتيبي أخ بندر نتمنى استضافة نجوم الشعر المعروفين وطبعا بكل تأكيد. إحنا البارح كان معنا شاعر محاورة الكبير ملفي المورقي، وغدا بإذن الله سيكون معنا شاعر معيوف الدوسري شاعر المليون، حيكون معنا طبعا نجم الانشاد فيصل المداريه، وحيكون معنا مين يا ابو الشاعر عبد الله بن سمران كذلك، والشاعر عبد الله بن سمران نجم شاعر المليون. ويوم الخميس حيكون في حلقه خاص يعني خاصه استثنائي فوق ال 18، فوق ال 18 يشوفون الحلقه دي. 18 ايش؟ فوق ال 18 عدد. لا خلينا هذه مع الشيخ الرويس بيكون هناك كلام عن الجن وكلام وكلام عن الكثير من الامور اللي تخص الجن وغيره، بيكون معنا ان شاء الله يوم الخميس. وبنعود وكما عودنا ابو نايف يقصد في كلمه فوق اعمارهم فوق ال 18 فوق 18 سنه يعني ممكن تكون اي نعم ممكن تكون الحديث عن بس خلونا اي نعم خلونا بس نوضح النقطه هذه اعمارهم فوق ال 18 لانه حيكون في حلقه يتكلم فيها الرويس عن الجن وعن الاماكن اللي كان يقرا فيها والاماكن اللي يتواجد فيها الجن بشكل كثير. وطبعا ما احنا ما نقول شيء ما فيها شيء، حتى لو يتابعوننا الصغار ابو نايف يمكن من حرص زي لا بالله يتابعون الصغار والكبار ونعم ولا وحيكون حلقه مفتوحه جميع اسئله تتوجهونها للرويس ولا عندكم عن حياته الشخصيه او عند ادويته او احلامه او انتقاداته له او اشاده فيه، الشيخ الرويس حياخذها بصدر رحب وراح يجيب على اسئلتكم. هذا راح يكون معنا الرويس يوم الخميس. بكره نكرر حيكون معنا معيوف الدوسري، وحيكون معنا فيصل المداريه، وحيكون معنا سمران عبد الله سمران، وان شاء الله حتكون حلقه مميزه. ارجع للاخوان هنا، نتمنى منكم استضافه نجم الجماهيري. طبعا اللي يطلبون منا النجوم احنا ان شاء الله واحد يقول ممكن سناب اخوي ابو كريشة، ان شاء الله سنابه موجود 500 ريال. الله يحييك تحية المطر. مرحبا عبد الله بن خالد المريخي، الرجال يقول ب 500 هذه هرجه بالدرع. طبعا كل الشكر اللي يدعون لل انا برجع لهزاع. هزاع عنده كان في سؤال طلب من اللي هو شيلة أهلك الناس أهلك الناس، لكن قبلها بسألك سؤال. الحين أنت
رجل صريح جدا وتقول أنا ما عندي مشكلة. أبو كرايشة قبل شوي يقول لا أنا ما عليش يتوقع الفلوس في حسابي أسوي إعلان. أنت الآن تقول نفسها إحنا والله تعبنا من الشيات إذا ما جاتني الفلوس طيب أنا بحول لك وشيء مقابل شيء يعني أنت بتشيل لي وأنا شاعر وبتقدم قصيتي. أنت تجي تحطها على كيفك ولا أنا لازم أني أعطيك اللحن أو أكون راضي عن اللحن؟ لا ما في مشكلة. أنت لي التزمت معي التزمت معي لكن بعضهم أرسل لي اللحن ثم راح ليلي كله مجاب من الجوال ولحن وغني حق طيب. آخر شيء بلقها بصوت مشدن ثاني وصارت معي. طيب أنت ترسل له اللحن لما يرسل لك أنت ما في مشكلة أنت التزم معي بفلوسي أرسل لك أعطني تعبي وأبشر أنت العمل لك أنت ما هو بلي يعني تحصل يرسل قصيدة كم منشد؟ أنا حصلت معي أرسلت ثلاثة الحان منشدين كثير تصير لا 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 أنا أرسلت ثلاثة الحان تعطيها الحان وتفاجئ اليوم الثاني انه معطيه منشد المشكلة انه منشد المشكلة انه منشد معروف طيب خلاص حول لك فلوسك وش تبي؟ ما في مشكلة لا ما حول لي شيء ترى احنا على الفطرة مثل ابو كرش ضرب الخطوط واخر شيء سلم عليك واحنا طول عمر جايبين جوالاتنا نغني لا حول لي شيء ولا تجمع بشيء. طيب ارسلت له لحن هو متفق مع منشد ثاني يمكن ارسل له لحن ما عجبه وقال خليني بروح لهذا بروح لهذا بروح لهذا الحن اللي انا تعبت عليه وارسلته غنى هو وش استفدت انا؟ طيب التزم معي وابشر نبي نسمع منك طال عمرك بس اللي يمني مثلا خلاص عشان المشاهد يفهم اللي توضح له الصوره اذا حولت لك الفلوس خلاص انا ورنت في حسابك انا ملكك في اللحن اللي تبيه اي ما ارسلت لي ثلاث الحان وقلت لك لا اطلع بالشيء اللي لك عدد معين انا ماني فاضي للاستوديو بروح اجابر عشان والله كتبها ها؟ والله كتبها رجع فلوسي خلاص خذ فلوس والله كتبها طيب اجيب لك الحال واقعد اجل انت حلي على كيفك صبها واحد منها فلوس اي اي انت لا ارتبطت معي انسان عندك لحن معين تبيها بصوتي ابشر لك مني خمس الحان في بعضهم مرضيتني انا شوف يا بدر القصيده منك وانا اللي بشيلها اللي بشيلها الاسم لي انا بعد انا ماني بعد من نفسي على حسابي على لحن معين ويبيه بس يقول لك طلع لي الحان وتفاجئ انت بعد ما تتعب وتطلع الحان يجيك في الاخير يقول معلش ابي اللحن هذا مال لن يطول عمر لا هذا متحسفين على فلوسه هذا والله ما ترجع له ما هي بزين طيب نبي نسمع منك ابو خالد اهلك الناس طبعا انا سمعتها بصوت احد المنشدين فارسلتها على سداح يعني عجبني اللحن هو كان مسافر اخذت شويه مرسل لي قصيده يمكن خلال ساعتين او ثلاث يقول اللحن هذا عجبني تفاعل سداح معه وارسل الابيات هذه انا والله اني ماني حافظ يمكن حافظ منها بيتين او ثلاثه طبعا على البحر الطويل اللي يقول ولا ما ودك تطول عشان ما في استديو لا والله بحر طويل وانا بعد النفس مو بالحيل دقق في ما صدت كلمته يا ما صدت كلمته اللي ايش يقول هذا سلع دور لا 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 انا اتكلم لا بشوف لا ما ودك تطول عشان ما انت في استديو لا والله انا في استديو وانا غير استديو انا هنا لا لا لو تبون اغني ليلي كله بس تاخذ نفس واحنا نبي نسمع منكم انتم اكثر مني سم طلبك أهلك الناس صوت الملك هزع حتى ذبحهم باللحون الله الله كلما جر صوته نبرته راحت قلوب البشر تستقاها فيها ميزه عن اللي يرفعون اصواتهم عند خشم المقرفون الخلايق بشتى انواعها واصنافها من فرد بذ وقاها طويله والله يا سلام هذه موجه لك بشكل خاص والله تستاهل ابو خالد حرك بقلبي السالي على الاحزان والهم تيار الشجون حد طيب. يستعيد الذكريات الماضيه ورتني الاعماق طويله انا كان معي في حلقه من حلقات برنامج تفاصيل كان معي والله ما ادري من يقول لي فيه يقول الان بعض المنشدين اللي منه يمكن ضحكت انت يمكن تذكرت الكلام لا والله اليوم ان التذكر شخص اليوم تذكر لا يقول بعض المنشدين الان انا كان سؤالي عن
أغلب المنشدين الآن أصبح كل منشد يمتلك استوديو، صح ولا لا؟ توافقني؟ فسألته ليش أغلب المنشدين الآن أصبحوا يمتلكون استديوهات، فقال لي بعض المنشدين ما حصل قبول كثير فراح يحط له استديو حتى أنه ينتشر أكثر. كيف تعلق أنت؟ أنت وأنت أنك فتحت استديو. أنت مع الدربين أهم، وأنت بدر أنت وبعض العيال أكلين مع جهتي تجارة. لا يقول حتى يسوق لنفسه أكثر، هو يقول لك غير أنه يكسب. سؤاله شو؟ أنا كان سؤالي ليش أغلب المنشدين يفتحوا استديوهات، فكانت من إجاباتهم في من جاوب انه فشل المنشد كمنشد. لا لا لا، هذا مشروع هذا مشروع ما له دخل في المنشد، لا فشل المنشد ولا غيره. بالعكس انا اسجل مره في استديو ومره في اي استديو ثاني، انا ماني مربوط، ما اجبر الناس على استديو وينا. انا اللي يطلبني اي استديو اروح له اي استديو، ما عندي مشكله. يعني ما فيه منشدين يحطها والله عشان لا 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 عشان يسوق لنفسه اكثر ويسجل لنفسه اكثر. المنشدين اللي عندهم استديوهات ينعدون على اصابع. ولو تطلب اي واحد يا اخوي علم بعلومك يا ابو حمد، ازين نطلع لا لا ازين لنسالك حضور وانت شخصت التشخيصه هذه. لا 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 هو بندر يشوف، بندر يقصد كان عنده برنامج وكان فيه الجزئيه ذي بشكل كبير. اي انا اطرحها لكم وانتم لكم حريه الاجابه، هذا اجابه اعتقد. لا لا الاجابه اذا ما كانت خانتني الذاكره انه بندر بندر حجاج الحرب اللي نحيي من خلاله. بندر حجاج عنده استوديو. قال قلت له مجاله بندر ما هو منشد. اي ما هو منشد، انا سالته ليش بعض المنشدين فتح صف معنا هزاع عشوائي. لا معكم معكم هو ياخذ حساسيه من بعض الاسئله. عندي سؤال للمنشدين. سمبر المذيع بكره. لا شوف المنشدين فيه منشدين ما شاء الله تبارك الرحمن، في عندك مهنا الله يكرمه بخير، وعندك تركي الفين. تركي الفين نعم، وعندك شبل الدواسر. هذول يسمعونا قراءتهم للقرآن في مقاطع جتنا. نعم. ودنا المنشدين كل واحد انه يسمعنا قرايته بصوته الزين، يعني يستخدمه هو شيء في طاعة الله سبحانه وتعالى. صحيح. وقراءة القرآن هي هزاء قرأت هزاء؟ نعم هزاء، ترى لها رابط. انا لا لا سبب قرآن. لكن شوف احنا في مشكلة، لا في من يقول انه هذا تسويق اكثر من اللازم. لا لا مو تسويق، لا 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 مو عن كذا، سواها واحد جوك العالم كلها. خلي ما في القرآن زين، سجل لي القرآن كله، لا تسجل لي يا اخي آية واحدة وتجيني تقول انا اسمع صوت. لا نبي نسمع الصوت، يعني ايش الحين فيه قراء ما شاء الله تبارك الله. طيب انت ورا ما تسجل في سنابك قرآن؟ اسجل انا ما عندي مشكلة. لا اليوم أنا أشغل، أنا أشغل القرآن عندي وأنا أسنب عندي شيخ وأسمع متابعي. لا بصوتك أنا، حنا نبي بصوت. صوتي ما هو بزين. شف قراءة القرآن أنت إذا خلصت فيها شيء بينك وبين ربك. نعم. صح. حنا الحين مشكلة المنشدين والفنانين وغيرهم من الأصوات المزينة اللي سجل له آية آيتين، يعني جهر خير، حنا ما ودنا نتدخل في الأمر ذا. لكن يعني تشوف أنت عندك المتابعين ما هو ما يلتفت للامور الدينيه لك، قلد فلان. لا لا شوف انا بقول اخلص بهذا الله وبينك وبينك. بس تركي الفين وشبل الدواسر مهنا والله العظيم اخذت لي اسبوع كامل اردد، اردد مقاطعهم. ليش؟ هذا شيء جمال طيب. الصوت ترى الانشاد وترى تسيير للطاعه ترى شيء طيب. صح. الواحد ما يدري متى يوم في مجالك يرزقك الله. اي لكن انت تخاف من كلمه يقلد، لان هذول ناس لهم حجم، يعني لهم ثقل في الساحه، فاللي يطلعون بعمل خيري يمكن يقلدونهم ناس واجد منهم حنا، لكن حنا بعد محسوبين علينا حتى في الدين جاي مول. يعني تابعين بعض. خلينا نسمع من ابو حمد. ابو حمد لك راعي جميل مع مرزوقة بيتي، نسيته بالخير. السلام يا خيرة بني عمي. مذكور مذكور بالخير يا خيرة بني عمي، شكرا جزيلا على اللي سويته. الله الله ما ادري هي موجود ولا عطني اللي جاهز عندك. بعطيكم مرزوق دامك تبي مرزوق. مسي على ابو تركي بالخير. شفتك وشفت الحزن في نظرك بان واضح، واشوف شوف في نظر عينك الاول حزن يشكى على حقوق الانسان، ما مع الحزن من نون عينك اللي زعلت لك ناس واوطان
وفرحت مع شارع من حاسدينك وفرحت مع شارع من حاسدينك تفرح ورود الأرض بستان بستان لأنه ينافسها شهد شفتينك حتى هذا يبيها البيت اللي صوم يا أبو كريشة كم حتى القمر يفرح فكريشة عاد اشتغل حتى القمر يفرح لي صرت زعلان لأن الزعل يخفي وهج وجرت القصيدة دي هي خيال ما شاء الله تبارك الله هذه قصة مرزوق والقصيدة أطول من كذا لكن أبو صح صوتك يا أبو حمد صح بدك كراش يا حواوي يوم سمع بيتين القمر فيك فرحان القمر أبو كراش أنت لك ثرف الإنشاد جرة الإنشاد الظاهر جرة الإنشاد ولا فاد ولا ما فاد والله أنه بغى لا جد أبو كراش والله يا رجال يرسلون نبيك تغني في عرسي وما أدري كيف يلا هذا ما طيب وش سويت أنت رحت وشلت أول شيء شلت الشيلة يا رجال وش اللي أغراك تقول خانقني خنق طيب وش اللي أغراك عشانك تشيل شيلة ما أنا رحت لسيدي حق أخوي حاكم وكان في عندنا مسابقة وخلصنا مسابقة جوائز وما جوائز يوم طلعت يوم دخلوني غرفة قال غن يا ولد اتذكر والله ان فيه اغنيه هذه حقت شبل الدواسر شنو ايه اللي يا حبيبي حكمت محمد عبده يا حبيبي حكمت وخلت ما انا ما اعرف محمد عبده انا حبيت الغالي عندي بس اقول انا سمعتها من اطره اللي وش يقول يا بس لحظه انا بغني بصوتي يا غني صوتي في صدى يطلع عندهم حط له الصدى يا حط صدى دبله يلا المخرج يقول حطيت له كل الصدى الله يجزاك تسمع انت بعيد وهم لا اللي يقول اترك الفين لا جاكم العلم القوي ايوه يقول ماني مجازيك بصدك وهجرانك ودعتك الله تلقى واحد ثاني هذا اللي عندي ان شاء الله تركي راجع والله يوم تركي راجع الحين بجيب لا 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 صوته صراحه شاحب على ابو فهد وعلى ابو مرحبا ولا ضرب ابو كريشه خليك من السناب والسوال نعم تعال شوف انا ما يعقل الا التحطيم هذا لا لا انا هو ما تحطيم انت مرضيه انت ترى شكل انا اكل الجوع خليك هذا بكره ايش اسمه المخرج يقول صوته افضل منشد مر علي هاب شرب واحد ثاني تحمس اضل بغني لين الصبح في خلوه الحاله خلوه الحاله عشان سؤال في سؤال لا دقيقه بيه يشيل ابو نايف عطنا اللي انت شفته خل حكمك عداء حلوه ذي تصدق اني سامعها من القصيم لين جيت الرياض ما شاء الله قمت تردد انا سمعتها اول ما سمعتها طفيتها لا لا يا رجل ما ادري هو كل واحد ما يداني صوته ولا ما ادري شو اسلم يقول يا حبيب يا اخي الله يرحم والديك اصبر خلوا طبقه الصوت تجي مع الزين يلا نعود نفك الزين يا حبيبي حكمت حلو حلو الصوت هلا عدا لا والله تمام لا والله تمام الصوت يبقى انه رجال بدر طالب عاقبني يلا عدا اول معاقبني يقول يا حبيبي لا راح خلاص ابو فهد تقاضر من يقول لك في سؤال هنا في سؤال في تويتر يقول لك اصعب موقف او موقف طريف حصل لضيوفنا هذا عند ابو خالد هم مركزين عليك ما ادري انا واجد لكن في موقف اللي انا اذكره يعني هو صعب يعني ما توقعته كان فيه عمل مرثيه اسمعني بكرشه الشاعر متوفين ابوه الله يرحمه الله يرحمه المهم انا بالعاده ما اخلي احد يجلس عندي وانا اغني الرجال جاء وجلس عند المهندس المهم انا اغنيها
يعني قصيده جزله. فتفاعلت معها لي والله انه داخل علي وقالوا لي بحجي قال وقف روح نعلم الحمر اثر الرجال يتلاوى مع نفسه داخل. فاصعب والله العظيم من اصعب يا اخي مواقف مر علي الموقف المفروض ما يحضر ابوها. لا هو تفاعل وخمني بحلجي ايش تالك؟ اي والله عبد الله المريخي يقول يستاهل ابو كراش اكثر من 500 ريال. لا والله ما رمزح والله ما رمزح خلي يرسل لك بس الصوره وابشر عندك ابو كراش. والله الموقف واحد من اخوياي عزيز علي وغالي قابلته في المستشفى وانا كنت مستعجل مزاور ولد عمي مسوين عمليه وقابلني الرجال وانا كنت في حمام مستشفى الملك فهد ثياب طويله. سلم علي الرجال وشلونك طيب سلامات. قلت والله ولد عمي منكسر هني. قلت سلامات ايش عندك في المستشفى؟ قال والله جالي مولود. الرد وش علمني وش اقول له؟ الله يبارك لك مولودك. الله يبارك فيك. انا طلعت فيك كذا مع الحمام مع قلت الله يديم النعمه. الله يديم كذا والرجال وجهه تغير قاعد يضحك وانا حوس همنا السوق هم بعض الرد يصير اذا مثل يقول راعي الشورمه اللي اعطاه ذا قلب الاهل والشيف قال الله يشفيك مثل هذا. طبعا في اسئله كثيره جايه عن طريق الواتساب. طبعا احنا نشكر الزميل علاء عبد التواب اللي قاعد يزودنا بالاسئله. لا تبغى نايف تدخل على اسئله تطرحها ولا شوفوا عندك السؤال موجه للمنشد يقول هل كان في ظهورك هل كان يعود الفضل في ظهورك الإعلامي للشيخ مسير الدويش؟ لا نعم. نبي شيله من هزاء أكيد. سؤالي أبو حمد هل أضفت هل أضافت لك شيء شيلاتك مع مهنا؟ ليه؟ ها؟ لا هل قام عن شادية يعتبر من مو هو بيعتبر لا هو يعني صوت الجزيرة و يعني أكبر منشد يعني أنا أقول إنه أفضل منشد في الساحة من غير قصور الباقين. سؤال يسأل أبو كراشة يقول هل تواجه مضايقات عندما تروح للأسواق والأماكن العامة؟ لا والله الحمد لله الجمهور اللي يسلم واللي يصور وحياهم الله. ملك الحزن بس أحيانا تكون طالع عندك شغل ومنضغط بعض الأحيان وداخل الصيدلية. واحد يقول تكفى بندر أسأله أسئلة الأحرف وبالذات حرف الجيم. يقول هذا يقول السلام عليكم اخوي بندر الاخت رند هزاع من يلقي شيله يا وجودي. يتمنى من هزاع يلقي شيله يا وجودي. سؤال هزاع بملك الحزن لقبت ملك الحزن بس القاب هزاع من القاب هذه لا تضيف لي شيء المنشد الحزين. طيب سؤال كمان لأبو كراشة عن أول موقف له في أعتقد كان في قناة المجد تكلمت عنه كثير. خلي أبو كراشة يجيب شيله. جاب أبو كراشة وتألق. نعم أنا فكوني من الرجال هذا وأبشر وأغنيكم للصدق. أبو كراشة وش قصة اللي معك يطلع من هو؟ هل تعلم هذا عبد الرحمن الحربي يقول ايش سالفه هل تعلم اللي يعطينا سوالف من سوالف هل تعلم. هل تعلم هي من الخيال زي الحين امس سيلفي سيلفي امس ناصر القصبي. ناصر القصبي نجم ايش يقول؟ يقول زحل عندهم ربيع وعندهم فقع هذا كبر ما تدخل الراس. هل تعلم هذه من الخيال والحروف نفسها من الخيال هي ضحك. اما بعضهم يصدقها وبعضهم يا هي عادي يجيب لك سالفه وركب على شيء ما يركب سالفه من الخيال. طيب يلا عطنا معلومه هل تعلم من سوالفك هل تعلم؟ هل تعلم ان الزرافه عندما تاكل التمر لا تهضمه جيدا لا تهضمه جيدا لا اقلمه هذا ها وش ما هل تعلم ان المبذور ايه هذه ايه هل تعلم لا زينه هي اللي قلتها محمد وحمد ترى قام يضحك حمد قاعد يضحك من انا اقول لا تتكلم بالجوال وكثيرا فان التكلم بالجوال قد يؤدي الى حموضه اللبن مش دخل المكالمه في خيال فيه. طيب حمد يسالك عنه هو حمد يقرب لك حمد ولد خالي مو بأخوك يعني ولد خالي ويشبه لي يشبه لك في شبكه إيه؟ له سناب والهمور له ايه ماشي هم ويحاول يكون انه يعني هو شف زي النجم عبد الله السدحان وناصر القصبي هم نجوم
يوم كانوا مع بعض نجوميتهم صح. انا الحين لا من راح حمد عني احس ان بالوحده. طيب من هو الافضل فيكم ومن هو ما احنا ما نمثل انفسنا فيهم، بس انا اقول يعني امثل اي كمثال يعني ايش مكملين البعض اذا تقابلت انا وياه ضبطت. نعم طيب استكمل الاخوان الواتساب، طبعا الرسائل والله عددها كثير جدا، لكن اسمحوا لنا الاخوان اللي ما قدرنا نطرح اسئلتهم، خصوصا انه في بعض الرسائل ما عليها اسماء. يهنيكم على البرنامج الناجح حمد الحربي، وعندي طلب. طبعا طلبك جابوه قبل شوي، جابوه هزاع بدر فهد، يطلبون منك شيلة شمس وقمر. نعم سؤال كتبته بتويتر، لا تهمل والله يعطيك العافية ابنة الهدوء. والله ابنة الهدوء انا ما اهملت الاسئله اللي بتويتر، لكن احنا نوزع على الواتساب وتويتر ونحاول نرضي جميع والله ملح، لكن ان شاء الله باذن الله. سؤالي الهزاع، لماذا اغلب شيلات وحزينه؟ يا اخي السؤال هذا ناشب فيك يا ابو خالد. هو بين على شكله حزين. طيب تكفى يا مقدم البرنامج، اطرح سؤال على هزاع المهلك، وش الخلاف اللي بينه وبين الشاعر عادل فتيل؟ الدعوه رمضان، انا بنتكلم في خلافات، خلوا الامور زينه. شفت الاسئله المذذي حطوا ها الحين انا خلافات مع الناس كلها حطوا لها فتيل. لا 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 حتى لو في خلافات نبي فيها الشهر الفضيل. الحمد لله اني ما اذكر في خلافه مع احد، وان شاء في احد الله يحلله ويحميه. في سؤال من زميلنا من ناحيه حصان، زميل ابو ناصر حصان، نعم. يسال المنشدين، يقول ما هي مقومات المنشد وادواته التي بالامكان ان تؤهل الانشاد؟ هل تؤيدون نقابه خاصه للانشاد؟ ما هي رساله السنابي في هذه الايام تحديدا؟ منو اخوي من الحصان يقول ما هي رساله السنابي في هذه الايام تحديدا؟ الرساله اللي انتم تقدمونها. والله انا شوف الشهر الفضيل ذا ودك تقلل اول شيء من السنابات. انت قللت يا قللت. تشغل اول شيء، تشغل الناس عن عبادتهم، ناس متفضلة القرآن، متفضلة العبادة لصلاة التراويح، انت بتسنب وتعطيهم قصص وتعطيهم سوالف ممكن يلحق كثم. حاول انك ايش تجيب الشيء الخير للناس. مقومات المنشد يا ابو حمد، ما هي مقومات المنشد؟ سؤال الاخ مناح، الزميل مناح الحصاني، يقول ما هي المنشد كي يصير منشد وش لابد توفر فيه؟ صوتك صوت زين، صوت الاساس خلاص، صوت عذب ويمشي عذب. وجمال ما يجي معي اذا صار وسيم شوي. جمال جمال الوجه يعني مثل جمالك يعني زي بكريش يمكن يعني جمالك يطلع له دور، ترى له دور، نعم له دور للقبول. طيب سفر العصيمي من الدوادمي يقول ايش ايجابيات السناب وايش سلبيات يا بكرش؟ والله السلبيات ما في سلبيات ان شاء الله قليله، الايجابيات تعرفت على الجهه الطيبه. نعم يوسف ابو سالم يسلم عليك خاصه يا ابو خالد، يسلم على ابو نايف وعلى الحضور. المنشد بدر الروقي يمسي عليكم بالخير، سؤالي المنشد ولا هون الضيوف، هل تقبل ديوتو مع اي منشد او تقبل يا ليت يجمعني معك عمل وتكون شيء غزليه؟ تقبل ديوتو انت؟ الله يحييه، مرحبا به. لا صار بس مقوماته ساعده ما في مشكله. طيب يا ليت تستكمل يا ابو نايف. ما في بس الاسئله كثيره، الاسئله كثيره من الواتساب، بس الشعراء يعطونا قصايدهم. عبد الله ثواب الشيباني، حقيقه بيوتك مميزه وانت مميز، لكن طويل علينا شوي الوقت اللي باقي معانا. كم باقي معانا يا استاذ محمد؟ ليش ما تزودها؟ لا حبيبي ابو سعيد. لا انت المدير الحين، قول كم تزودنا؟ يلا اهم شيء البلنتيات. ابو كراشة حارس اليوم، ابو حمد اليوم يبي البلنتيات، ناوي له واحد بس اضبط لنا جهزوا لنا الملعب. كم باقي؟ يلا ايش علاقتكم توك باقي باقي لك الحراسة المرمى؟ بس ابو كراشة وش علاقتك مع العود انت؟ من هو؟ العود ناصر ناصر العضيان، هذا سؤال لك انت. والله العود تكلم جاء بيني وبينه مكالمة وضحكت انا وياه لين تفقعت سبوده. اي والله انسان مرح وسوالف وضحك وعزيز والله وغالي. نواف الشيباني يقول ايش بكره اوقف الحروف؟ انا اقول ما تكمل الا بحمد مقعد. ها؟ حمد لا جالس في جنبي ما وقفه هو، بس ان حمد وين في الطائف الحين؟
حامد مداوم وفي الطائف ولا جاء ان شاء الله هي بين فتره وفتره ان شاء الله نمسي عليه بالخير ان شاء الله. ايوه ليش ما جبته اليوم طيب معه؟ والله عندي دوام وكلمني ولا قال ودي اني حضرت مرعد. طيب ناخذ فيه تليفون وتلعبون تبقى على هي ملعب. طيب ابو نواف التعلي يقول يسال ابو خالد يقول هل المنشد يضيف له قصيده والقصيده تضيف للمنشد؟ اكيد قصيده الجزل تضيف المنشدها وشعرها. نعم. سعد علي القرني يمسي عليكم بالشهر الفضيل ويقول ودي ان ابو كريشه يعطينا فقره لا تعلم، اعطانا منها جزء قبل شوي، لكن انتم راحون تشوفون اليوم شيء جديد في ابو كريشه حراسه المرمى. هذه الحاله اليوم شوتر حص ها انا بشوت يقول انا الشوت شوت الاول ولا انا شوت انا برجع له نطلع نستراح كمان تفضل. طيب تفضل ابو طبعا احنا مستمرين معكم مشاهدي الكرام، وطبعا كنت اشوف قبل شوي الواتساب وتويتر وغيره كثير من الاخوان يحددون اسماء شعريه قامات شعريه وانشاد وغيره. باذن الله بيكون يرضيكم ان شاء الله من خلال جلساتنا في هالاستراحه استراحه المرقاب، بيكون معكم ان شاء الله اسماء لها قوتها في الساحه الشعريه والشعبيه وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي. وبكريش الجمهور يقول بكريش ما اعطانا سالفه اليوم، يقول نبي سالفه، يقول حنا قبل السحور والله شوف السالفه ابشروا بها في السناب، فالسناب ابشروا. انت ليش لا والله شوف انا اعلمك على الهواء مباشره، ما اول شيء ما حضرت السالفه تحضر لها وتضبطها وتجي على الطاري هي. ايه تجيب سالفه تجي رديفها. طيب يقول هذا فيصل الروقي يبي شيلات الا يا طير. احنا ما سمعنا من كثير اليوم يا ابوه ترى شمس وقمر مطلوبه منك. شمس وقمر مطلوبه منك. انا والله اني ما حفظ بالحيل والله يا ابو. طيب نجي لابو حمد لما تعوضنا في شيء ثاني. تفضل ابو حمد. طبعا هذه قصيده للشاعر الكبير مسي عليه بالخير مدغم ابو شيبه، واول دوتو يجمعني اول دوتو يعني في مجال الانشاد مع حمود الخنفري مسي عليه بالخير. طبعا انا بجيب منها ابيات القصيده الطويله. تفضل. يا صاحبي لا تبطيتك وقلبي حزين، رحت انشد الدال هنا اللي عليهم تمر، يا معشر اللي على ضوء القمر ساهرين، ما مرتم عود موزن ذي علو ثمر، الحب مثل العبادة وانفس المؤمنين، أشرها ما نفر وخيرها ما استمر، يا ليت روحي على روحك تذوب وتلين، وانا تكون سحابه ونمر ونمر، ومر جيدك وسلسالك ومر الثنين، اللي يمين الممر واللي يسار الممر، قطعت حلاوة على هيئة فناجيل صين، مذوبته الحرارة شوق مدري جمر. طبعاً القصيدة أطول. يا سلام. مدغم طبعاً. أبدعت. أبدعت والله. خلينا نرجع شوي على أسئلة الأخوان في الواتساب، يعني ما نبغى والله نترك أحد، واللي يعني ما نقدر نلحق عليه عذرنا. لانه اليوم طبعا تجربه الواتساب هي اول يوم نطرحها في القناه بشكل عام وعلى جميع البرامج، فالعدد كبير وصعب ان نلحق. والله ما اتوقع ان الواتساب يجيبها بها. نعم. يبغون الحروف من الاخوان اللي اسئلتهم كثيره عن مكرره ابو كراشه، اسئله مكرره، فاشكرهم الحروف موقفها ابو كراشه لين يجي حمد. نعم يجيبها حروف الوف. حروف الوف بعد العيد. طيب وهل تعلم حيجهز لنا منها ممكن استضافة شعراء المحاورة الشاعر حبيب العازمي والشاعر عمر الخالدي بإذن الله، متعب الروقي بإذن الله، حبيب العازمي وشاعر إن شاء الله
انهم يتوافق ظروفهم ويكونوا معنا في البرنامج. تعقدوا انه حيكون هناك شعراء محاورة كبار، حيكون هنالك نجوم في الانشاد كبار، حيكون هناك نجوم من السوشيال ميديا في سناب في انستغرام في تويتر وعدد كبير. تيسير ابن صحران يقول يا هزاع بيصدر لك ديوان جديد ان شاء الله. متى؟ والله ان شاء الله خلال الشهور القريبه. الشهور هل لا تعيد؟ لا انا رجال شمالي لا جماعة الشهور. فقرة لا هل تعلم من جيب مكرر ابو بكريش جبت ملابس السباحة انت ولا ما جبت؟ سباحة وش؟ هل مسبح ما اعرف اسبح؟ ها؟ ما اعرف اسبح. لا بلا تسبح. انا عقب السالفة ذيك هذا شوفك في كاميرا المسبح حاطينه احنا. في سالفة ترى ما جابها حقت ال حقت ايش؟ لا مشفرة؟ لا برمودة؟ لا لا جايبين لك ملابس كيفك بتسبح ولا بتسبح بثوبك؟ انا من عقب موقف صار اوبوريتاج اوبوريتاج وش موقفك؟ لا لا ما يا سمعت علمنا موجود ادخل اليوتيوب واكتب كلنا مشاهدين يبا موجود اسبح بثوبك. طيب اوبوريتاج حاطين كاميرا خاصه على المسبح لازم كل ضيف انا والله شوف في كان في حق العام الصغار ما في مشكله اللي يقوم الى يصلحنا ما في مشكله اما الغويت هذا لا والله ما نعرف في قسم لصغار السن بس عاد انت ما لازم نشوف لازم. مهاراتك في ما في مهارات يا رجال اجل نخليها بالكوره كم من مره نخليها بالكوره هي كوره طيبه ها بس تحطوا ابو فهد حارس وانت اللي بتشوت وانا بشوت بطير يمكن الزق بجدا ركله هلي وركله هلك وابشر يلا ما في مشكله عاد حيلهم بينهم يلا والله ان المرمى لا انت لازم انت ابو نايف انا حكم انا حكم البنت وحكم تضعفك انت ابو نايف لازم انت بتقعد بس يا ابو نايف انا شوف ما في حكم الحاله ابو نايف ما في حكم الحاله انت لازم هزاع بعد والله تلام جي الباب هذا ها انا لعبت كوره هكا الحين دخلت على العيال في استراحه يلا كوره كنت حريف انت ابو وانا احذف الثوب وانا اجيهم طاق ولا واحد معي عمي الله يذكره بالخير جاني ناطحني والكوره بيننا وانا اشوت باليسار الكرة جاية أنا متحمس أنا متحمس أبى شوت هو متحمس بشوت ورافع رجلي ورا هو رافع رجلي ورا وضربنا الكرة سوا والكرة طارت سما ما تدري وين تروح الكرة وصبع رجلي كبير هذا أنا من عفطن على وراء قاعد كذي اللي هي لعب أشر في كبد وأنا أزحف مبنشر مبنشر لين رحت على جنبي يلقطون العيال ودي المستشفى وعقبه ما عاد لعبت الكوره ما العبها لا تنكسر رجلي الليله ان شاء الله ما يجي والله ان شاء الله ما يجي شيء ان شاء الله بس في اسعاف قريب ما عليك ما عليك ما في مشكله وفي مسعفين بعد عندنا هنا تبع البرنامج ما عندك مشكله لا ما جاء الا زين ابو كريش هو بلنت حطنا الكوره هي كوره بس تمزع الرجال وش تشجع ابو كريش انت؟ والله اشجع طال عمرك جنودنا اللي على وجهك كفو اللي والله عانهم طال عمرك على الحد الله ينصرهم يحرصوننا والله ما لهم الا الدعاء والله يبيض وجيههم والله يوفقهم دنيا واخره نسال الله العلي القدير ان ينصر جنودنا على البلاد لا تنسونهم الدعاء دعاءنا لهم في هذا الشهر وفي كل الاشهر رجال يقفون ليل نهار لحراسه أرض الحرمين وأبناء المملكة العربية السعودية لنصرة أخوانهم في اليمن ما نقول من لا أسأل الله يسدد رميكم ويثبتكم إن شاء الله ودعاءنا وقلوبنا معكم أسأل الله يوفقكم اللهم أمين الله تجينا طبعا إحنا مقاطع صور من جنود البواسل هناك الحد الجنوبي أثناء شهر رمضان من أمس حتى اليوم معنويات عالية حبهم لهالوطن وشعبهم من خلال مقاطع وصلتنا من النجم فايز المالكي عندما استقبلهم أمس يقول احنا نحرسكم وأبد وخلكم في هالبلد أمن وأمن الحمد هذه هي سر حب الشعب السعودي لبعضهم هي أول شيء إيمانهم الكبير براية لا إله إلا الله محمد رسول الله وأيضا حبهم ولاة الأمر هذا الشيء وطبعا عاداتنا وتقاليدنا اللي بيننا هي تنعكس علينا بشكل أو بآخر بالإيجاب هذا عايض بن ناصر انتيفات الدوسري ملازم عايض بن ناصر انتيفات رفيز اللي جته إصابة في الجنوب وعطوه إجازة 20 يوم ولجه وصجه وياهم والله ما صير يا ابن حلال رح قال والله ما روح إني معكم أشوف. وهذا هو بعكزاته مع أخوياه ويعد ويرقى الجبل هذا هي زيد هلا رفع أخي عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن معنوية عالية والله يوفقهم ينصرهم الحمد لله
هزاع وبدر طلب منكم ديوتو حزين مباشر. والله ما انا الحزين في رمضان مفرمل هالحين. طيب بس اذكر بعض الاسماء الاخوان عشان ما ننساهم لانه احنا على وشك نختم. طبعا الختام راح يكون ضربات الترجيع. منصور الصفياني، شكرا يا منصور، يسلم عليكم لعبة الحوض جاوبنا عليها. شاعر هزاع المهلكي، شيلة الحد الجنوبي، عندك شيلة في الحد الجنوبي؟ ماجد والله. اي نعم. طبعا هل ماجد المطيري يسأل هل سيكون في تعاون قريب بينك وبين حمود الشاطري؟ ان شاء الله باذن الله. نعم. كل الشكر للاخوان. والله الحروف هذه لعبوا فينا. حرفهم حرفين ثلاثة. حرفهم حرف ولا حرفين؟ على الله يرحمه. وش قصتكم حرف الجيم؟ ها؟ حرف الجيم وش فيه؟ طبعا. هو فيه. لا بس حرف الجيم دايم يقول قول شوف حرف الجيم. جحر. الجحر. طيب محمد البشري، إن شاء الله أنه بكرة شاي يدعمك. وطبعا هذا الأخوان اللي راسلونا في الواتساب. هزع وش تبي تختار لنا يا حبيبي؟ والله يعني ما حضرت شيء انا بعد أعطأ. لكن فيها ابيات يمكن قصيره شوي. اذا هب الهوى منا ومنا يروق البال معبرد نسيمه يذكرني بطيف اللي عليها طرق العشق دايم مستقيمه هنوف الأضحكات يا واجد حالي تقول أني مبشر بالهزيمة. أحاول قد ما أقدر في ثبوتي ولكن هيبة الموقف عظيمة طويلة والله. اذروني عاد انا ما داعي عاد اطول. كانت على الضباب اللحن ذا قديم اللحن. اللحن هذا ترى هو اللحن الوحيد اللي يطرب مغني هو سامي سبحان الله. إيه؟ حتى الترديد فاخر بيت إيه؟ يكرر مرتين. إيه؟ هذه الشاعر الكبير والقدير محمد بن طمحي، شكرا لشهادتك في البرنامج، نعتز بها بالتاكيد وباذن الله طبعا انه توعدنا وتوعد جمهورك انك تكون من ضيوف البرنامج باذن الله في الايام القادمه. يسال ابو كريشه من هو؟ يسالني من؟ محمد بن طمحي شاعر المحاورة المعروف. عيد علينا الاسم، احنا في بداية ال هو يمكن ما تابع ابو بدر يمكن ما تابع بداية يقول اسمه الاسم عبد الله. الاسم عبد الله بن محماس بن سعيد بن عجار بن فاعي العتيب. تبغاني اكمل بعد؟ لا لا بس سد لي بدري. وانا والله اني من المعجبين لمحمد بن طمحي. يستاهل. لا منه جاء عند الميكروفون ثم لواء العقاب. نعم يستاهل ابو بدر. يستاهل ابو بدر، كل الشكر والتقدير لك يا ابو كريشه، شرفتنا اليوم. الله يشرف مقدارك واخوك. مرحبا والله ومسهلا. جهزوا لنا الكرة يا شباب. ما تعفوننا يا الربع. عطنا الكرة. بدر فهد شرفتنا وانستنا اليوم يا حبيبي. شرف لي والجلوس مع نجوم الشرواق وبيض الله وجيهكم. برنامج بكل امانه ناجح، انا تابعت الحلقه الاولى البارح بصراحه ما شاء الله تبارك الرحمن والى الامام. الله يجزاك خير. شكرا لكم. نشكر دائما وابدا جمعيه البر في المزاحميه شريك لنا في هذا البرنامج، وندعو المشاهدين لتبرع لهذه الجمعية لما تقدموا. راح تشوفون إعلانهم إن شاء الله في نهاية الحلقة. أبو نايف ضيوفنا بكرة ننوه لهم، معيوف الدوسري وعبد الله بن سمران وفيصل المداري، يكونوا معنا في الموعد بعد صلاة التراويح. تفضل أبو نايف. طبعا أوصل طبعا الشكر أيضا لهزاع المهلكي. الله يعافيك.
وايضا انا استشرفت لهذا المساء. الله يشرف مقدارك والله يعطيكم العافيه، يعني جهه تشكرون عليه، يعني احنا اكثر اللقاءات متقيده شوي، لكن اللقاء هذا برياحيه وكشفنا يعني اشياء عرفنا عن اخواننا وزملائنا. لا وبيبي لك كره الحين، يبي لها مزعه. والله انا ما نبراي. شرفتنا يا ابو خالد. الله يشرف مقدارك. الله يشرف. ايضا الشكر لك اخوي. ايش اللي عقب للتعقيب سريع؟ وانا التعقيب اقول اول شيء يعذرونا تعقيب ما ادري عاد يبحق الدور العقومي. بعقب على كلام على كلامي اقول اعذروني لما نشرت لهم، في ناس زعلانين لكن اعذرونا، واللي فتحت حساب سناباتهم ولا رديت عليهم يعذرونا، وكلكم شو اسمه والله انكم عزيزين وغالين، والعذر من الله ثم منكم، وشكرا لكم. شكرا. نشكرك ونشكر ايضا ضيوف هذا المساء، بنكون معكم ان شاء الله مثل ما قال اخوي بندر قبل شوي، ضيوفنا غدا بيكون معيوف الدوسري، عبد الله السمران، فيصل مداري، طبعا مع حفظ الالقاب لهؤلاء، يكونون معنا ان شاء الله بكره في ليله من ليالي استراحه المرقاب. جميع الاخوان اللي راسلونا في تويتر، سناب شات، واتساب، والله على كثر حبكم لهالنجوم وعلى ايضا كثر حبكم لهالبرنامج راح نتواصل معكم ونعدكم اللي الليله ما كان معنا يكون معنا ان شاء الله في الايام القادمه. هنالك اسئله مكرره، هنالك اسئله كررت في اكثر من سؤال، حاولنا نكون مع ضيوفنا اكثر اقرب لبعض الاسئله. بكره ان شاء الله نلقاكم، بس خلونا مع نهايه هالبرنامج نشوف ضربات الترجيح والبلنتيات. بنايف ترك معنا انت. بنشوف موهبه جديده عند الزميل طلال المرشدي اللي هي موهبة التعليق، التعليق الصوتي، راح يكون معلق رياضي. ما عليك ان شاء الله. يلا تفضلوا. الدبل كيك، ترى دبل كيك يا ابو كريشه. عارف نبي دبل كيك. يلا شكرا. تفضل الزملاء على الملعب. تفضل يا نايف.
مساءكم بكل خير. وتجدون أمامكم هذين اللاعبين، يرجعوا راكي بدر، هذين اللاعبين، اللاعب رقم 19 حاج من ثوبه بدر بن فهد، وكذلك اللاعب المعروف المتساوي له على الباب أبو كريشة اللي عديت رقم 3 أرقشة 1 2 دوبك على اسلم. لا إله إلا الله، ما نبهها كذا، ما نبهها كذا. والحين دور أبو كريشة، اجمع الباب بدر، اجمع لا بين عيونه، بين عيونه، أنت متحجم اللبس هذا ما شاء الله، تبقى لبس رياضي، وهذا يدل على الولاء الرياضي ما شاء الله. ارجع 3 متر، اهبد الأرض 5 مرات، 1 2 قلبه، رح أبوي يا شر شر كل اثنين. لا أنا معلق، أنا حكم. هزاع المهلكي حارس، وبدر فهد يشوت الكورة، وصفر حكم يا حكم صفر، 1 2 4 يلا يا هزاع، هزاع الآن بيحاول يشوت، يشوت الكورة، الله عليك يا هزاع، لصق لصق في الجدار، 1 2 3 يلا يلا بسم الله هبا. ما شاء الله تبارك الله. تتبنى الجمعية الخيرية بالمزاحمية دعم كافة مشاريع البر والإحسان، وذلك بفضل الله ثم بدعمكم أنتم يا أهل البر والعطاء. يقول تبارك وتعالى: من أبرز مشاريعنا كفالة الأيتام، كفالة الأسر الفقيرة، دعم الأسر المنتجة، إعانة الشباب على الزواج، تفطير الصائمين، حملات الحج والعمرة للفقراء والمساكين. بإمكانكم المساهمة في دعم مشاريع الجمعية.
أقبل أقبل شهر صومنا سنجفت مضاجعها حي